السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه سائلة تسأل تقول بأنها تملك مجموعة من الذهب يختلف وقت امتلاكها، فهل لها أن تؤخر خراج زكاة ذهبها كلها في آخر وقت امتلكت فيه آخر قطعة منه؟ الصواب أن لها، الصواب أنها لها أن تقدم المتأخر وليس لها أن تؤخر المتقدم، لأن الزكاة إذا وجبت فإنه لا يجوز تأخيرها إلا لمصلحة شرعية، وهنا ليس هناك مصلحة شرعية، فالأحسن لها أن تقدم المتأخر ولها أن تزكي كل شيء في وقته. تنبيش إذا كانت لا تعلم أنها حرام، يعني لم تعلم هل هو في محرم أو في صفر، فإنه لا يجب عليه إلا الإخراج في آخر الوقت، يعني تعتبر الآخر. عرفت؟ يعني يكون الاعتبار صفر، يعني لا تدري هل ملكت هذا في محرم أو في صفر، نقول الواجب صفر. كيف تجمع؟ ما تجمع. أما قلنا لك بالأول أنها لا تؤخر المتقدم ولا تقدم المتأخر. ها؟ يعني افرض أنها ملكت القطعة هذه في محرم والقطعة هذه في ربيع والثالثة في جمال والرابعة في شعبان، نقول أخرج زكاة الجميع في محرم إن شئت، ويكون هذا تعجيلا لزكاة المتأخر، ولا يجوز أن تؤخر المحرم إلى شعبان. والحاصل أن التقديم يجوز والتأخير لا يجوز. نعم. ولها طريق ثاني، أنها تزكي الذي ملكته في محرم في محرم، والذي ملكته في الأشهر التي بعده في وقته. نعم.